الحبر والسيسان، ومين كان بنادم والهاشة عايشين في الأمان، والإنس والجن يحضروا لوقت الطيران. كان في واحد البلاد من البلدان جاية ما بين الواد والبحر، ساكن واحد الراجل مع مرته وعندهم زوج ولاد، بنت والولد. البنت يسموها رمية والولد يسموها رمية. الراجل كانت حرفته دلال، كاع نهار يدخل للسوق ويدلل. المرأة كانت كاسبة بقرة وارتتها على والديها. روح يا زمان، روح يا زمان، روح يا زمان، روح يا زمان. المرأة مولات البقرة مرضت مرضى الشينة وحست باللي الموت غادي تدخلها. في ليلة من الليالي لغات راجلها وقالت له: نوصيك تتهلا في ربما يدور لي ومات فيها البركة، فيها الرزق وفيها البركة. الراجل عاهد مرته وعطاها لمام، وهذا كان الحال. والمرأة لقت الله. فات شهر، فاتوا شهرين، فاتوا ثلاثة، الراجل ما طولش وعاود الزواج. المرأة الجديدة في عامها الأول جابت بنت. الراجل أفرح بالبنت اللي زادت وسموها القلشة، وقلشوا القلشة تقلاش أعلى تقلاش، وسمحوا في رميضة. كل يوم رميضة وعلي يبدو البقرة ويقضوا يسرحوا بها، وكي يخلصهم من الجوع يقعدوا ديك البقرة ويبقوا يشربوا الحليب الصافي والبنين. رميضة زادت في الزين زين، وعلي بقى يطير مع الطير. المرأة اللي قابها ركبها المغرب والحزن وشافت بنتها غير تزيان غير تشيان، قالت لبنتها: شوفي غدوة غيري بالحال وتروحي مع رميضة وعلي، كيما ياكلوا كيما يشربوا وكيما يديروا، ومن بعد روحي خبريني. خرجت رميضة وخرج علي ودوا البقرة ومشات معاه من قلشة اللي بقلشة تقلاش. كاع نهارهم ينقزوا ويلعبوا، ينقزوا ويلعبوا، كيقرصهم الجوع. المقلشة جبت من مزود خبز صافي بنين، وعلي ورميضة راحوا للبقرة وقعدوا يشربوا من ذاك الحليب الصافي والبنين. كي كلاو وشبعوا وصرفوا، حتى القلشة قالت ندير كيفهم وجات تشرب بالبقرة. البقرة ولات غير مولا وضربتها بضربة ودارت لها كورة في الراس. البنت راحت تجري 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 تخبر امها هذا الامر اللي صار. امها زعفت زعفت وحلفت بالتالات. البقرة اللي ضربت بنتي الليلة ما تزيدش ليلة في هذا الدار. وإحنا على هذا الحال، وإحنا على هذا الحال، حتى جاء الراجل. كي جاء الراجل لقى مرته واقفة عند الباب وتستنى فيه. كي قرب قالت لها: بالثلاث بالثلاث وصيام رمضان، الليلة هذا البقرة غدوة تديها للسوق وتنباع، خير يا هي يا أنا. راش حصل فيهم؟ في بال الحال أدخل بالبقرة ودخل بها في السوق وبقى يدلل ويقول: إيه الشاري، ها هي بقرتي تمن البيع، وين راك يا الشاري، ها هي بقرتي تمن. اللي فوت عليه يبقى يسخط ويقول: يا لطيف وقت العزمان حقيتي بالبيع في السوق،
فرش كاع النهار وهو دلل وكي طاح عليه الحشيه ولا بالبقره وجاي للدار. الحبق والسيسان ومين كان بنادم والهيشه عايشين فينا الان والانس والجن يهضروا له الطيره. كان في واحد البلاد من البلدان جايه ما بين الواد والبحر ساكن واحد الراجل مع مرته وعندهم زوج اولاد بنت والولد. البنت يسموها رمية والولد يسموها رمية. الراجل كان في حرفته دلال كاع نهار يدخل للسوق ويدلل. المرأة كانت كاسبة غدرة وردتها على والديها. روح يا زمان روح يا زمان روح يا زمان روح يا زمان. المرأة مولات البدرة مرضت مرضى الشينة وحست باللي الموت غادي يدخلها. في ليلة من الليالي لغات راجلها وقالت له نوصيك تتهلا في رب ما يضاوع لي ومات فيها البركة فيها الرزق وفيها البركة. الراجل عهد مرته وعطاها لمام وهكذا كان الحال والمرأة لقات الله. فات شهر فاتوا شهرين فاتوا ثلاثة الراجل ما طولش وعاود الزواج. المرأة الجديدة في عامها الأول جابت بنت. الراجل أفرح بالبنت اللي زادت وسموها القلشة وقلش القلشة تقلاش أعلى تقلاش وسمحوا في رميضة. كل يوم رميضة وعلي يبدو البقرة ويقضوا يسرحوا بها وكي يخلصهم من الجوع يوعدوا ديك البقرة ويبقوا يشربوا الحليب الصافي والبنين. رميضة زادت في الزين زين وعلي بقى يطير مع الطير. المرأة اللي قابها ركبها المغرب والحزن وشافت بنتها غير تزيان غير تشيان قالت لبنتها شوفي غدوة غيري بالحال وتروحي مع رميضة وعلي كيما ياكلوا كيما يشربوا وكيما يديروا ومن بعد روحي خبريني. خرجت رميضة وخرج علي وداو البقرة ومشات معاه من قلشة اللي قلشة تقلاش. كاع النهار هما ينقزوا ويلعبوا ينقزوا ويلعبوا كيقرصهم من الجوع. المقلشة جبدت بالمزود خبز صافي بنين وعلي رميضة راحوا للبقرة وقعدوا يشربوا من داك الحليب الصافي والبنين. كي كلاو وشبعوا وصرفوا حتى القلشة قالت ندير كيفهم وجات تشرب من البقرة. البقرة ولات غير مولاه وضربتها بضربة ودارت لها كورة في الراس. البنت راحت تجري 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 تخبر امها هذا الامر اللي صار. امها زعفت زعفت وحلفت بالتالات. البقرة اللي ضربت بنتي الليلة ما تزيدش ليلة في هذا الدار. وإحنا على هذا الحال حتى جاء الراجل. كي جاء الراجل لقى مرته واقفة عند الباب وتستنى فيه. كي قرب قالت لها بالثلاث وصيام رمضان الليلة هذا البقرة غدوة تديها للسوق وتنباع خير يا هي يا انا. راش قصر في بال الحال ادخل بالبقره ودخل بها في السوق وبقى يدلل ويقول ايه الشري ها هي بقرتي تم البيع وين راك يا الشري ها هي بقرتي تم
خلي يفوت عليه يبقى يسخط ويقول يا لطيف وقت اللي عثمان تحقليتي متباع في الصوت اربع شقاع نهار وهو دلل وكي طح عليه الحشيه ولا بالبقره وجاي للدار